السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذا الموعد مع المراقب. قضية حقوق الإنسان في الجزائر صارت الشغل الشاغل للمنظمات والهيئات الدولية، لأن الانتهاكات التي يقوم بها نظام العسكر بواجهته والقناع نتاعو المسمى تبون حقيقة خطير للغاية. سجون، معتقلات، اختطافات، انتهاكات حقوق الإنسان، تعذيب، مصادرة للرأي الآخر، تسجيل للصحافة. ما كانش الرأي الآخر أصلا، يعني ما يقوم به العسكر الآن ما هوش عسكر البلد. لا أعتقد أنه عسكر نتاع بلد يفعل في بلده ما يقوم به نظام الجنرالات الآن في الجزائر. هذا يتصرف بمنطق الغزاة والمحتلين. الغزاة هم الذين يسجنون الناس، هم الذين يطاردون الناس على آرائهم، هم الذين يتجسسون على الناس، هم الذين يعذبون الناس. بل الأكثر سوءا مما قلت أنه ما يحدث من طرف عسكر الجزائر ما فعلته فرنسا، لأنه لو نرجع إلى تلك المرحلة نجد بأن هناك جرائم ما دارتها فرنسا. تعذيب في السجون كانوا يديروا فيها الحركة نتاع الجزائريين يعذبوا في الجزائريين. المجازر اللي ارتكبت في عهد الاستعمار الفرنسي أكثريتها، أنا لا أبرئ المستعمر طبعا، هو الذي يتحمل المسؤولية الجنائية كلها، ولكن الجرائم البشعة كانوا يرتكبوا فيها جزائريين بحق جزائريين، أولئك الحركة الذين باعوا ذمتهم للمستعمر وخلفوا من أيضا فعل بالجزائريين ما يندله الجبين. ويكفينا ويكفينا فترة التسعينات. كما تعلمون زار مقرر أممي الجزائر ودار ندوة صحفية والتقى مع سياسيين والتقى مع ناشطين حقوقيين وكذا، وتحدث على كثير من الأمور. لكن الشيء المهم الذي طالب به، خليني نشوفوا هذه ما كتبته مثلا، كتبه هذا الموقع الصحفي: الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى عفو عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحرب. هذه برقية لوكالة الأنباء الفرنسية. هذه البرقية لوكالة الأنباء الفرنسية هاي تتحدث على هذا الأمر. دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان فول الثلاثاء السلطات الجزائرية إلى عفو عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي المؤيد للديمقراطية عام 2019. قال فول في مؤتمر صحفي في ختام زيارة للجزائر استمرت 10 أيام: أدعو الحكومة الجزائرية وأحثها على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المدانين بتورطهم في الحراك. هنا لازم لي نقف عند هذه الجملة. أولا هذه الجملة فيها نوع من المغالطة من طرف هذا، ما كان يستعمل لفظ المدانين وما يستعمل، كان ما يستعمل هذه الألفاظ، من المفروض يستعمل ألفاظ أخرى. كان يقول أنه يطالب الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، أما المدانين يطلب بالعفو عليهم فكأنهم هؤلاء أجرموا. من المفروض لا يتم استعمال العفو، ما يستعملش العفو. أنت راك تمثل هيئة أممية لحقوق الإنسان، والإجماع ما بين القوانين والمواثيق الدولية كلها تؤكد على أنه هذا الكلام، أن هؤلاء المعتقلين هم معتقلي رأي سجنوا بسبب آرائهم، بسبب مطالبتهم بالتغيير، والمطالبة بالتغيير بطرق سلمية. ولا واحد دعا للعنف ولا واحد مارس العنف. هذه الطريقة تخليه من المفروض أن يختار ألفاظه. حقيقة أنه ما تعجبتني هذه الألفاظ اللي تكلم بها نطالب بالعفو وكذا وكذا، لا، نطالب بالإفراج على هؤلاء. أنت تمثل هيئة صح ما تقدر تتدخل في الشأن تاع الدولة، ولكن عندك صلاحية متاحة لك أنك تطالب بالإفراج عنهم. خلينا نزيد ونكمل واش قال هذا المقرر الأممي.
ولم يذكر المقرر للأمم عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو، إلا أنه وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردائية مسجونين في الجزائر. وأوضح الخبير الأممي الذي وصل الجزائر في 16 أيلول سبتمبر أنه على الحكومة معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بوجب قوانين مفرطة التقييد، وخاصة بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بالأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة وتأسيس الجمعيات والمنظمات التي تعتبرها السلطة إرهابية. واعتبر أن هذه المادة التي تصل العقوبة فيها لحد الإعدام تحتمل تفسيرات فضفاضة ويجب إلغائها لأنها تدفع الناشطين إلى الرقابة الذاتية لأنهم يخشون أن يساء تفسير نشاطهم. كما طالب الخبير الأممي الحكومة الجزائرية بالسماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة، مشيرا إلى أن هذه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقيتها طالبت بالاعتراف بها والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم. وجاء في تصريح مكتوب تم توزيعه للصحفيين إن إتاحة مساحة مدنية تشمل أيضا الأصوات النافذة أمر ضروري لتحسين الحوكمة وصنع السياسات وبناء ديمقراطية تشاركية ومستدامة. وسيقدم كليمان فول في حزيران يونيو 2024 تقريرا شاملا عن زيارته للجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان الذي تعد الجزائر عضوا فيه منذ مطلع 2023 حتى 2025. وأعتقد بأنه في الفترة التي سيقدم فيها هذا التقرير هذا المقرر الأممي تبقى أشهر معدودة على الانتخابات الرئاسية، ولا أستبعد أن السلطات تقوم بالإفراج عن الناشطين، لا أستبعد هذا، ولكن هي تفرج منه وأجهزة الأمن تلاحق. أنت تخيل واحد يقضي عدة أشهر في السجن فيهم اللي داير إضراب عن الطعام مثل الإعلامي الذي أصبحت على حسب المصادر الإعلامية تتحدث من أنه وضعه الصحي سيء وحياته في خطر، وهناك آخرين لا يتم ذكرهم مش هم معروفين أصلا ولكن بسبب كتابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة 87. هنا غلو كبير، يعني أنتوا هذا النظام ينتقد المغرب، ينتقد المغرب على حقوق الإنسان، وراح نجي ونتكلم على واحد الأمر، والمغرب ما يتهمش الناشطين بحقوق الإنسان ولا الصحفيين بالإرهاب ولا حتى البوليزاريو اللي هي في نظر المغرب حركة انفصالية، مش حركة انفصالية مدنية، حركة انفصالية وعندها ميليشيات مسلحة تقمول بأعمال عسكرية بأسلحة أجنبية من خلال تعطى لها من طرف دولة أجنبية لديها عداء مع الدولة ولم تدرجها في قائمة الإرهاب، في حين نظامنا العسكري صحفيين في قائمة الإرهاب. يا ناس، واحد يريكلامي على حقه أو يرفع شكاية في شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي يلقى نفسه من المختفين. هذه دولة عسكرية استخباراتية، هذم رايحين بالبلاد للهاوية بمعنى الكلمة، هذا مش منطق بناء دولة. اسمعوا تبون وش كان يقول قبل، اسمعوا. لقد تحملت المسؤولية الكبرى من أجل أن نعمل معا على تحقيق حلم بناء الجمهورية الجديدة في إطار بيان ثورة نوفمبر المجيدة الخالدة، وإني أدعوكم جميعا لكي تكونوا سندا لي، ساعدوني وشجعوني إذا أصبت، وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب. كونوا الجدار المنيع الذي يقوي ويحميني لكي نكون جميعا مفخرة لجزائرنا العزيزة الغالية. جزائر القانون والعدل والأخلاق، جزائر كما قلت وكررت لا يظلم فيها أحد. هذه هي الجزائر الجديدة اللي تحدث عليها تبون، وهذا في يوم 19 ديسمبر 2019. بعدها بثلاثة أيام أو أربعة أيام في اليوم الرابع توفي القايد صالح، واللحظة اللي قال قوموني أظهر التلفزيون القايد صالح. إذا كان هذا الكلام اللي قاله تبون في بداية عهدته الرئاسية موجه لعموم الجزائريين وأنه قوموني إذا أخطأت، فإن الانتقاد البناء
كالذي نقوم به لا يدعو إلى التخطيط لتصفيتنا وملاحقتنا والانتقام من أهالينا واستهداف عائلتنا. يقول الجزائر لا يظلم فيها أحد، الظلم الذي تعرض له الجزائريون منذ 2019 غير مسبوق في تاريخ الجزائر. حتى في التسعينات على الأقل كانت فترة فيها ناس حاملة السلاح وكانت حرب وكذا وكذا، ولكن في هذه ما كان لا حرب لا شيء، ناس حركيين حاملين شعارات سلمية، مظاهرات يطالبوا بالتغيير ومنطق السجون والتهم بالإرهاب. شوف حتى في التسعينات الأشخاص اللي حتى قائمة الإرهاب ما كانش، الجزائر ما دارتش في التسعينات قائمة المنظمات والأشخاص الخاصة بالإرهاب، ما دارتهاش هنا. وحتى الناس اللي كانوا يكتبوا في بعض الجرائد أو يروحوا يحققوا في الخارج يتابعوهم أمنيا، تابعوا فيهم أمنيا، ولكن ما تابعوهم أنه تم إدراجهم في قوائم الإرهاب وأنهم إرهابيين. كانوا يتابعوا في الناس اللي حاملين السلاح، وإذا حكموا ناس ما حاملينش السلاح عندهم تواصل مع جماعات إرهابية يديروا لهم إما عدم التبليغ أو الإشادة أو دعم وتمويل جماعات إرهابية، هذا اللي وجدوا يمسكوا واحد في الجبل عنده. يعني ما معيش أن نقول هذا الكلام معناها رأي الفطرة هذه كذهبية، لا، هي فطرة سوداء ولكن هذه أسود منها. تبون يقول قوموني إذا أخطأت، ما قالش قوموني بتغيير الميم إلى شيء آخر، لا. إذا كان يخاطب في المواطنين الآن، المواطنين الذين يعارضون النظام قناعاتهم يرونه على خطأ، وهو هذا الكلام تاعه هو اعتراف منه أنه يخطئ، ما يحتاجش هو يعترف، هذا أمر البشر. عمر بن الخطاب قال لهم قوموني إذا أخطأت. نعم، هذا صحابي جليل من العشرة المبشرين بالجنة وهو الفاروق رضي الله عنه، جاي واحد سكيرجي هذا تاع الكاسيدور ما يفطنش ويشوف في روحه أنه أكبر من النقد، وبعد يقول لك الجزائر النقد البناء. النقد في عند السلطة عند العسكر كل نقد ما هوش بناء، اليزم تصفق وتشيد، غير هذا ما هوش بناء، ما عندهمش حاجة اسمها النقد البناء. هل نحن نسبه؟ هل نحن نشتمه؟ درتوا أزمة مع المغرب قلنا لكم غلطة، البوليزاريو 50 سنة أنتم ما تصرفوا عليهم قلنا لكم توقفوا، أموال الشعب الجزائري هو أولى بها، علاش تعطوا في أموال على قضية خاسرة؟ أين المشكلة في هذا؟ أين المشكلة في هذا؟ قلنا لكم بأن كاين مخاطر كبيرة في المنطقة المغاربية أنتم لا ترونها، نحن نراها بيننا الواقع والمستقبل. إذا كان الواقع بين ما صحتنا تستاهل المحاكمة العسكرية، وإذا كان نتكلم عن العسكر، وإذا كان الواقع المستقبل أثبت غير ذلك، نحن مش نصنع قرار، نحن محللين بناء على ما يتوفر لدينا من المعطيات نتحدث على هذا الأمر، وغيرنا مناش صنع قرار. لذلك إخواني الكرام أنه عمليات هذه تاع الاعتقالات راهي كارثية. المشكلة لا 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 يعني وصلت الآن، راهم يفكروا اغتيالات مطاردات، يحاولوا يجلبوا الناس اللي موجودين في الخارج عندهم قنوات على اليوتيوب، يحاول يجلبوا يرهن في ثروات الجزائر من أجل ناس والله مجرد يعلقوا في الفيسبوك لا عنده كاين اللي ما عندوش حتى تأثير، تحوس تجيبوا. هام داروا اتفاقية، خليني نشوفوها هذه الاتفاقية الجديدة داروها مع الطليان، خليني نشوفوها. ها هو قال لك اتفاقية تاع تسليم المجرمين، هاي محاربة الجريمة المنظمة. الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعزيز أجهزة إنفاذ القانون في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان. يعني كي تقول هذا الكلام تحس كأنه الجزائر تحترم حقوق الإنسان. أي المهم، أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد عبد الرشيد طبي اليوم الجمعة بمدينة باليرمو الإيطالية حرص الجزائر في إطار مساعيها الحثيثة لمكافحة الجريمة المنظمة على إيلاء أهمية كبيرة لتكوين وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون بشكل أكثر فعالية في إطار احترام التام لمبادئ حقوق الإنسان. صدقني لا احترام لحقوق الإنسان لا أو أي شيء، تتكلم كلمة في النظام تروح وراء الشمس. ها توقيع اتفاقية، ها هي توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وإيطاليا، وقع اليوم الجمعة وزير العدل كذا كذا مع نظير الإيطالي على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وإيطاليا حسب ما كشف عنه بيان وزارة العدل. وجاءت مراسيم الإمضاء على الاتفاقية خلال لقاء الوزير الطبي بنظير الإيطالي على هامش المؤتمر الدولي للاحتفال
كذا لدخول اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الوطنية حيز النفاذ المقام بمدينة باليرمو الإيطالية. المهم هذه اتفاقية احنا مناش نقولوا ما كانش جريمة منظمة، فيها جريمة منظمة خاصة في قضايا الكوكايين والهروين وتهريب أسلحة وبلاوي بلاوي، ولكن الشيء اللي ما يحبوش يعترفوا به أن الجريمة المنظمة كثير من جرائم المنظمة متورطة فيها الأجهزة الأمنية. الجريمة المنظمة العابرة للحدود كتهريب الحشيش والكوكايين والحبوب المهلوسة ليست متورطة فيها قيادة الدرك الوطني عبر الحدود، راحوا حقوا فيها. لا يوجد جنرالات عسكريين تم سجنهم، أخرين وأخرين ما زالوا يصنعوا في القرار متورطين في تهريب أسلحة نحو منطقة الساحل والصحراء. أليست البوليزاريو عندها شبكات لتهريب الممنوعات؟ يعني تساهم البوليزاريو في الجريمة المنظمة بالتواطؤ مع قيادات عسكرية على أي جريمة منظمة؟ الحكاية كلها فيه واحد الأخ ناشط سياسي على في إيطاليا. هذا الناشط راه مزعجهم على طريقته، ما نختلفوا معاه ولا نتفقوا معاه، كثير يختلفوا معاه في طريقته. اسمه الأخ طاهري. هذا الأخ راهم داير لهم صداع الرأس، يسب فيهم ويبهدل فيهم وراهو مجننهم. على كل حال يعني بالله عليك دولة، أنا ما نقولش بأنه داروا هذه الاتفاقية من أجله، لا ما مستبعد هذا الأمر، ولكن سيستغلون هذه القضية ضد بعض الجزائريين وربما منهم هذا الأخ أحدهم. نفس الشيء حابين يديروها مع فرنسا ضد هشام عبود وآخرين ويطالبوا بيهم. حاولوا معايا أنا في تركيا، في تركيا داروا لي مخطط جهنم يا ناس. تعرفوا آخر المعلومات لأني عندي قضية هناك في القضاء، داروا لي الانتماء إلى تنظيم داعش، ومباشرة كنت ننزل في المطار عبارة عن شخص داعشي يلقى على القبض حول الجزائر البلد الأصل. خطة جهنمية. أنا لا أتهم السلطات التركية يعني بالأمانة، هي شبكة مافيوية عميقة داخل الأجهزة التركية وبالتعاون مع الأجهزة الجزائرية، يعني يغيرهم وغيرهم، وكثير من الجزائريين راهم يطاردوا فيهم بتهم مختلفة. حقوق الإنسان في الجزائر وضعها بائس جدا. هذا النظام يعني ما هوش منطقي. أنت كيفاش نظام تحب تبني بلد وأنت تحارب في الآراء الأخرى بشتى أنواعها؟ المهم إخواني أنه هذا المقرر الأممي راهو طالب بالإفراج والعفو، هو نحن نطالب بالإفراج مش عفو، لأنه مش مجرمين. العفو على واحد دار جريمة وتاب ولا خلاص تلقى جزاء أو أصلح حاله، من صلاحيات الرئيس يعفو عليه؟ لا، هذوما ظلموا، يجب الإفراج عنهم وتعويضهم عن الضرر وتمكينهم من حقهم في ممارسة التعبير عن آرائهم مهما كانت في إطار الحراك. لأنه كي نقول مهما كانت في إطار الحراك، أعرف بأنه ما فيهاش لا دعوة للعنف ولا دعوة لما يستهدف الأمن القومي وما إلى ذلك. نظام يرى أي واحد ينتقده يستهدف الأمن القومي، لأنه هما صاروا الجزائر للأسف الشديد. وما زالت تشوفوا التقارير الدولية حول هذه الأمور راهي كارثية، وصورة الجزائر سوداوية، وملف حقوق الإنسان سيكون من أبرز الملفات التي ستستغل مستقبلا للتدخل في الشأن الجزائري. واذكروا كلام الجزائر. المستغرب في بلد لا يمكن أن نستغرب فيه أي شيء، ونحن كنا نتحدث عن حقوق الإنسان، أن هذا النظام العسكري الذي لا يؤمن بالرأي الآخر ولا يؤمن إلا بشيء واحد، المواطن المدني تحت البوط العسكري. والعسكري من المفروض، العسكري راكي يخرج من ثكنت يخرج كمقاتل، هذا هو المنطق. والعسكري الذي لا يغادر ثكنته من أجل مهام خارجية يغادرها كمعزة ولا كنعجة، هذا ما يسحقش يبقى في المؤسسة العسكرية. العسكري عندما يغادر ثكنته مقاتل، ولذلك الجنرالات عندما دخلوا المعترك السياسي دخلينها كمقاتلين، يرون أي واحد ينتقدهم ولا ينتقد سلوكياتهم ولا ينتقد تصرفاتهم راهو عدو يجب مقاتلته والقضاء عليه. لأنه علاه؟
شوف الواحد لما يكون يعبر عن رأيه ولا في ممارسته للسلطة لو عنده مشروع مؤمن به يدير فيه أو ما يزعجوش الناس لما ينتقدوه، ولكن واحد لص وحرامي وعارف نفسه أنه موجود في المشهد السياسي بطريقة غير شرعية وغير مقبولة، لذلك أي واحد يجي ينتقده يخاف، يخاف مما في بطنه من أموال الجزائريين، يخاف على مستقبل أولاده اللي دار لهم ممتلكات ومشاريع على حساب الدولة الجزائرية، لذلك تجدهم شرسين أمام أي واحد ينتقدهم ويغلق باب الانتقاد. لكن واحد نظيف لا عنده أموال سرقهم، لا عنده أولاده سرقين، لا عنده مشاريع، راه نظيف، عنده مشروع سياسي ينفذ فيه، أهدر على روحك. أنا عندي وعود مراحل رايح نديرها، نهار اللي ما نوصلش الشعب هو اللي وافق عليا، وافق على مشروعي، هو اللي يقول لي روح لداركم. هذا هو المنطق. لكن عندما واحد يكون سراق ونهب المال وولاده سرقوا الدولة ويعبثوا، بمجرد ما يجي واحد يقترب منهم من سلطتهم ويطالب بدولة القانون يهرب. تخيلوا وين وصلنا، تخيلوا وين وصلنا. البلد اللي يجيها مقرر أممي طالب بالإفراج عن الناس المعتقلين، بلد تقارير منظمة العفو الدولية، العفو الدولية سوداء، أمنستي آلا هيومن رايتس ووتش أيضا سوداء، كل المنظمات الحقوقية عندها ملفات سوداء عن الجزائر. تخرج وكالة الأنباء الجزائرية، خليني نقول لكم واش حكت هذه وكالة، هي ماش وكالة الأنباء الجزائرية، هي وكالة أنباء العسكر. رحنا نطلع لكم تسمعوا واش حكيت هذه. قوات أمن المخزن تهاجم منزل الحقوقية الصحراوية كذا وكذا. العيون المحتلة، العيون المحتلة. هاجمت قوات أمن الاحتلال المغربي فجر اليوم الخميس منزل المناضلة الحقوقية الصحراوية المعتقلة السياسية السابقة محفوظة بمبا الفقير حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية. وذكرت الوكالة أن محفوظة بمبا الفقير أكدت في تسجيلات صوتية أن التضييق عليها وعائلتها من قبل جلادين تابعين لأمن الاحتلال والاعتداء عليها بشكل يومي، وتعرضها للممارسات الحاطة من الكرامة والاعتداء اللفظي والتهديد والتحرش والهجوم المتكرر على المنزل في أوقات متأخرة من الليل، لن يثنيها على مواصلة معركتها النضالية حتى جلاء الاحتلال وتحقيق النصر الحتمي. ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المناضلة كذا إلى الاعتداء من قبل قوات القمع المخزنية التي تمارس حصارا بوليسيا خانقا عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. أولا وقبل كل شيء، هذه السيدة عمري ما سمعت بها أنا شخصيا، وأنا اللي عندي أكثر من 20 سنة وأنا في مجال حقوق الإنسان، ما سمعت بواحد ناشطة حقوقية بهذا الاسم. وأسهل شيء الآن عند الكثيرين راهو اللي عنده حاجة يسمي في روحه ناشط حقوق الإنسان ويدير واش يحب ويدور. هذا ليس تبرير. إذا كان ما أوردته وكالة العسكر للأنباء صحيح أنها امرأة تعبر عن آراء في مجال حقوق الإنسان، في مجال حقوق الإنسان، وتمت مداهمة بيتها وإدانتها بهذه الطريقة أو مساس بها بهذه الطريقة، فهذا أمر مدان ومرفوض. وأدرك يقيناً أن كبار المسؤولين في الدولة المغربية لو يعرفوا بأن هذا الشيء أحدث من بعض المسؤولين الأمنيين في العيون، والله ما يسمحوا لهم. أمر آخر أن السلطات أصلاً في المنطقة هذه، في منطقة العيون والداخل، هم كلهم صحراويين، يعني البوليسية صحراويين، الجدرمية الأغلبية هم الساحقة صحراويين، المسؤولين المحليين صحراويين، المنتخبين صحراويين، أي ماشي حكاية هذا المحتل المغربي وهو اللي يدير في الأشياء هذه كما على حد لفظهم، يعني هو لا محتل ولا هم ولا بطيخ. أنا مشيت ثم السكان يقول لك نحن مغاربة، ما هي شكلة، ما هي شكلة. أول الحاجة يعني راهم أبناء المنطقة واحدة. لكن ليس المستغرب في هذا، قال لك المخزن المغربي يهاجم في الناشطين لحقوق الإنسان الذين يطالبون بالاستقلال. شوف المغرب ينظر إلى القضية الصحراوية وجماعة البوليزاريو كانفصاليين، والانفصالية راهي مجرمة عند كل الدول. شفتوا الجزائر واش دارت في جماعة الماك؟ المخابرات تحرق في الغابات وتلصقها في الماك ويزيدوا يلصقوها في المغرب، هذا اللي صرا باش ينهوا الحراك في منطقة القبائل فقط، وداروها في قائمة الإرهاب وكذا. أنا راني ضد الانفصالية، وأي حركة تكون انفصالية يجب تجريمها وحظرها، ولكن واحد ناشط حقوقي
ما هو حامل شعارات سياسية؟ لأن الحقوقي من المفروض ما يحملش شعارات سياسية. ما تجيش تقول نطالب بالاحتلال المغربي، الخروج، وأنا راني مع البوليزاريو وراني ناشط حقوقي. لا، أنت ناشط حقوقي يكون تهتم قضية المعتقلين، قضية تعذيبهم، قضية الممارسات غير القانونية بحقهم، قضية منع التظاهرات وأشياء هذه وفق القوانين الدولية. لكن أنك تتبنى أطروحة معينة وثم بعد ذلك تلصق نفسك مع الحقوقيين، لا، لست حقوقي. لذلك هناك كثير من المغالطات. فيهم ناس راحوا للخارج كمعارضين سياسيين ويطلعوا في وسائل الإعلام يقول لك أنا ناشط حقوقي. إما دمت ناشط حقوقي وانت معارض مستحيل راح تكون منصف في رأي معين. كمثل هذه السيدة راهي تقول راهي مع البوليزاريو، في رأيك هذا ممكن تكون حيادية في مسائل حقوقية؟ طبعا لا، طبعا لا، ما تكونش موضوعية وما تكونش حيادية. لذلك الحقوقي راهو حيادي، ما يتبناش موقف سياسي، يتبنى موقف قانوني وحقوقي. الغريبة في هذه المسألة والله ليست هذه الحكاية، أنه النظام الجزائري وسائل الإعلام الجزائري كل تحدثت عليها وهضرت عليها وما خلت مجال. منهم مثلا الإذاعة الجزائرية، وأنا أعدت تغريدة الإذاعة الجزائرية واسمعوا واش قلت لهم على حسابي في تويتر، هاي أمامكم. لما نشرت إذاعة الجزائر الدولية قوات أمن المخزن تهاجم منزل الحقوقية الصحراوية كذا، هاني واش رديت عليهم أنا؟ تعليق، ونتحداهم يردوا علي من منطلق غيرتكم هذه كما تزعمون. ما رأيكم في مداهمة قوات الدرك الوطني بأمر من الجنرال يحيى الحاج على 5 صباحا لمنزل والد أنور مالك، يعني والدي، وهو مجاهد يبلغ من العمر 90 عاما، ووالدته البالغة من العمر 80 عاما، واعتقال أشقائه ولا يزال أحدهم في عداد المفقودين؟ كفى متاجرة بحقوق الإنسان من نظام فاشي ووحشي لا يحترم أدنى حقوق البشر. أنت منذ فترة قليلة فقط، يعني 13 أوت، فجرا قامت قوات الدرك الوطني داهمت بيت الوالد واعتقلت 3 أشقاء، طلقوا واحد في البداية ثم واحد بعد يوم، واحد خطفته المخابرات لم يظهروه إلا بعد شكوى لدى الأمم المتحدة، والأمم المتحدة راسلت الحكومة تطلب معرفة مصير هذا الموقوف. راحوا دخلوه في السجن العسكري وما زالوا ما جاوبوش الأمم المتحدة لأنه مدني، وعلاش تدي فيه المحكمة العسكرية؟ لأنه هنا تجاوز أصلا. يعني شوف، أنت جاي تحكي لي على هذا، قال لك المخزن لا يحترم حقوق الإنسان. أنا ما شفتش المخزن المغربي ولا أنه يداهم في ديار الصحفيين ويعتقلهم، يدخل على 5 نتاع الصباح على 5 فجرا على بيت منزل شيخ عمره 90 سنة مجاهد وعجوز 80 سنة، تقتحم عليهم البيت وتروحهم بتلك الطريقة وبعد تختطفهم، لا أمر من وكيل جمهورية ولا شيء، انتقاما مني أنا شخصيا. والغريبة أنهم هددوني لما رحت للداخل وأعديت التقرير هذاك، أنت أين البوليزاريو؟ أرسلوا لي رسالة هددوني، قالوا لي ستسأل عائلتك أين أنور مالك، أو ستسأل أنت أين عائلتك. وصلت صرت أسأل أين أشقائي، ثم بعد ذلك أين شقيقي عادل الذي ما زال اليوم عنده 41 يوم من اختفائه، وراه حطوه في السجن العسكري وتعرض إلى اضطهاد، تعرض إلى تعذيب، ويده فيها راه ما زال يروعوا فيه لدى الأجهزة الاستخباراتية وما إلى ذلك من هذه الأمور. قبل أن تحاضر على الآخرين في الحقوق والحريات، احترم أنت حقوق الإنسان يا جماعة. مش هذا فقط، منذ قبل هذا، منذ فترة فقط داهموا بيت شقيقتي هي أكبر مني، داهموا بيتها وابنها الوحيد، داو اعتقلوه وداروا له قضية إرهاب، المادة 87 مكرر. هذا عنده محل تجاري في محطة نقل المسافرين، وعنده ثم واحد المدير، يعني واحد المدير ارتكب معه تجاوزات كبيرة، وراح هو مسكين يحاول يبلغ عن الفساد وكذا وكذا ويشكي على همه، راح دار فيديو نشره أحد الناشطين اللي موجودين في بريطانيا، نشره هو نشره في صفحته من هنا، هما راحوا اعتقلوا.
داروا له التواصل مع منظمة إرهابية في الخارج، إهانة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الوزير الأول والوالي، الله عمره والو مسكينة، ومازال منذ 3 أيام أو 4 أيام فقط جابوه المحكمة، المحكمة للتحقيق معاه في هذه التهم الجنائية. واحد ينشر فيديو يناشد فيه رئيس الجمهورية إلى إنصافه كمبلغ عن الفساد، هناك فساد في محطة نقل المسافرين، واش يديروا؟ يديروا له تهمة الإرهاب ويسجنوه. منذ قبل فترة معينة أنا بلغت عن الفساد في جامعة قسنطينة، فساد كبير وصلت إلى عمليات الاغتصاب، التلاعب بالمال العام، مليارات صرفت على مراكز على واحد استوديو، مليارات. واش يدير المدير الجامعة؟ قال لهم أنور مالك هذا عميل المخزن، المخابرات كل معايا، الدرك الوطني كلهم معايا، المخابرات يهدر على روحه، مادام يهدر هو مصنف كخائن خلاص، حتى يهدر على الفساد، على الفساد كاين بصح يدز معاه، أنا أصحابي قيادات الأمن وكذا وكذا، ما داروا حتى شيء. وهاو بدأت السنة الجامعية، المدير هذا العميد الجامع معهد الإعلام اللي تسلط على الناس ويبتز في أستاذات في شرفهن، يا ناس راني مانيش حاب نخوض في هذا الموضوع لأنه فيما يندلغ له الجبين، وعادي لأنه محمي ولأنهم شبكة متورطين في الفساد، وزوجته محامية على حسب المعلومات وعندها قضايا نتاع ناس نافذين في الأجهزة الأمنية، منهم جنرالات في الدرك الوطني والمخابرات وما إلى ذلك من هذه الأمور. لا شيء، بل أنهم خلاص أقعدوا زكارة في الناس. كيفاش تبني دولة بهذه؟ وتجي الآن تحضر لي على المغرب في حقوق الإنسان، المفروض تخجلوا على أنفسكم. هذا إعلام رخيص، نعم إعلام رخيص يحكي لي على، يعني هذه مع احترامي لها كسيدة، هذه أفضل مني أنا جزائري، يقتحموا لي بيت الوالد، مش غير أنا، كم من واحد ناشط جزائري مسولوا عائلته موجودين في الخارج ولا حتى في الداخل، داهموا لهم بيوتهم ما اهتموش بيه. سما نحن الآن عندنا حقوق الإنسان غير البوليزاريو، يعني في الجزائر كاين شيء واحد إنسان هو قيادات البوليزاريو، أي واحد يناصر البوليزاريو هو إنسان، اللي ينتقد البوليزاريو حيوان. يا سيدي طبقوا عليهم حتى قوانين. مرة درت محاضرة في مجلس حقوق الإنسان، تكلمت على سوريا، قلت لهم لو أنكم طبقوا فقط قوانين نتاع حماية الحيوانات على الشعب السوري لحمته، حتى نحن في الجزائر بالله عليكم طبقوا فقط قوانين نتاع اللي تحمي الحيوانات ستحمي الجزائريين. يعني حقوق الإنسان غير الصحراوي هذا؟ الأولوية نتاعي كجزائري هي حقوق الجزائريين. هذا راهو عندي لاجئ عنده في إطار معين، أما قضيته اللي في الداخل كاين مؤسسات دولية، يعني تلفزيون، وكالة الأنباء، الإذاعة، القنوات كلها تتحدث على مداهمة بيت نتاع ناشطة، ولكن قضية اللي وصلت للأمم المتحدة وتكلمت عليها حتى صحف عالمية وقنوات فضائية تكلمت عليها، مداهمة منزل والد شيخ عمره 90 سنة، وين رحت يا بغالي وغيره؟ هذا بغالي، هذا مدير الإذاعة، أنا درت فيه الخير قبل، دبرت له خدمة في جريدة البلاد، كان ما يعرفش يركب جملة. نعم أنا ذاك تخرج من المعهد ما لقاش، حتى عاونته أنا مع جريدة البلاد، دبرت له خدمة في ذلك الوقت. في جاي الآن وأعطوه الصفحة الثقافية، يحاول فيا في ذلك الوقت باش يدير معايا لقاء. الآن ومدير، وهذه المتردية والنطيحة، هذه المتردية والنطيحة في البلاد. يعني قبل ما تحاضر على المغرب كن مثالي في شيء، لا تكن مثل التي تحاضر في الشرف. وهذا الذي ينطبق، كذاب يحاضر على الناس في فضائل الصدق، فاسد يتحدث لي على الطهارة، خمرجي يدير في محاضرات على أضرار الخمر، سكارجي ومدمن على المخدرات يحاضر على الناس في تحريم المخدرات، واحد فاجر بمعنى الكلمة يتكلم للناس على العفة والطهارة. هذا هو الذي ينطبق على النظام الجزائري. قبل أن تفكر وتحاضر على المغرب اللي واقع حقوق الإنسان عنده أفضل منك، أنا لا أقول المغرب جنة ولا المغاربة يقولوا جنة، يروح، وكاين منظمات حقوقية، كاين حقوقيين مغاربة ينتقدوا الوضع الحقوقي في المغرب،
لأنه الوضع أمريكا، في أمريكا منظمات تنتقد في حقوق الإنسان في أمريكا، في فرنسا هناك منظمات يوميا تنتقد وقع حقوق الإنسان في فرنسا، سويسرا، بريطانيا، كل دول العالم هم ما وصلتش لدرجة درجة قوية، دائما كاين نقائص. لكن الفرق أنه في هذه الدول عندما تأتي منظمة وتنتقد شيء الدولة تهتم، ولكن في الجزائر يسجنوا لك والديك أنت تتحدث هما يزيدوا ينتقموا منه، لا يسجنوا لك والديك ولازم تسكت، راهم يبعثوا لي يقول لك تسكت خوك يروح، مين سكت ويجي النهار بإذن الله يروح. هذا هو، والعدل عدل والإنصاف إنصاف. إذن هذا النظام الجزائري الفاسد والمستبد اللي مارس كل الانتهاكات تاع حقوق الإنسان، راهي وصلت النظام الجزائري راهو ما داروا في التسعينات يحتاج إلى محكمة جنائية دولية، محكمة خاصة، لأنه قتل الناس حتى بأسلحة محرمة دوليا، التعذيب، قتل الناس، إعدامهم خارج أطر القانون، إعدام ميداني، إعدام غير قانوني. هذا هو منذ أيام فقط زوج مساكن من السعيدية في جهة السعيدية أعدموهم بدم بارد، نظام مجرم تحاضر على الآخرين. يعني الآن بالله عليك واحد جزائري أبناؤه في السجن ومختطفين، يجي واحد يقول له هؤلاء أشوف راهم الصحراويين ينتهك حقوق الإنسان، يلعنك أبوك وأبو الصحراويين وأبو البوليزاريو مادام ولده في الحبس، تولده في الحبس يتعذب مختفي، يدير في مسكين في لاشان باش يروح يشوفه 7 دقائق في موعد الزيارات تاع السجون، وتجي تحكي له أنت على وحدة راهي في العيون ناشطة حقوقية. وش معناها؟ معناها وحدة موجودة في العيون وتقول راني أناضل من أجل ضد المحتل المغربي، ناضل ضد المحتل المغربي. لو كان في الجزائر، كون يجي واحد في الجزائر يقول نطالب بإسقاط النظام وهو في الجزائر يروح وراء الشمس، هذا راه دليل على أن هناك حرية. لأنه لو كان هناك استبداد ولو كانت هناك إجراءات صارمة، هذه عندها نزعة انفصالية في نظر المغرب، هذه مش يداهموا لها بيتها، هذا راهم يدوها يحكموها عسكرية لو كانت في الجزائر. ولكن هناك تمارس في, 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 في نشاطاتها وكذا وكذا، والجزائر تحكي ما كانش مصادر مستقلة. أنا الخبر الذي يأتي من الجزائر على المغرب في مثل هذه الأمور ما نصدقوش، ولا يجيني واحد من بوليزاريو يحكي بأنهم داروا له هي في العيون والداخلة، ما نجيبش نصدقه، لازم مصادر مستقلة تكون حقوقية مستقلة، لأن الحقوقي اللي يناصر جماعة ماهوش حقوقي. هذه راهي مناشطة في البوليزاريو تتبنى مسألة حقوق الإنسان وتستغل في ملف حقوق الإنسان، أما أنها ناشطة حقوقية ليس لديها علاقة. قل لي في أي منظمة تعمل، في أي منظمة تعمل صبحت الآن حكايات حقوق الإنسان وناشطي حقوق الإنسان مثل ذلك نتاع كما ذكرك في واقع هذا نتاع الإعلامي، كل واحد يسمي يفتح صفحة في الفيسبوك، هذا يسمي روحه إعلامي، هذا يسمي روحه ناشط سياسي، هذا يسمي روحه صحفي استقصائي، هذا يسمي روحه صحفي سياسي، الأخر عفوا والأخر يسمي روحه صحفي دولي وما إلى ذلك من هذه الأمور. للأسف هذا العبث ما يزيد الجزائر إلا وهن على وهن. واذكروا كلامي جيدا. قصر المرادية ليس على ما يرام حقيقة، فالنكسات والنكبات واللكمات والركلات التي تلقتها الجزائر في عهد تبون صارت لا تحصى ولا تعد، أشهرها البريكس، ثم قضية الفشل الذريع الذي مني به النظام في تنظيم كأس إفريقيا. أنا أقول لكم البريكس، كنت في ذلك الوقت نقول لكم بأن الجزائر لن تمر إلى البريكس إذا نظروا إليها بنظرة شفقة وأرادوا يستفيدوا من أموالها يعطولها عضوية شكلية معينة كالملاحظ أو شيء من هذا القبيل، حتى ملاحظ ما أعطولهاش، وراحوا الدول عندها ثقل وعندها هيبة وعندها نفوذ وعندها تأثير
أما الجزائر ما عندها حتى شيء، طردوهم. فالنظام أحس بواحد الصدمة لغير مسبوقة، حاول يخرج منها، حاول يبرر، ما لقاش، لأنه النظام الجزائري رفع من سقف توقعات. يخرج تبون يوميا، تبون رو قريب يعلن أنه انضموا للبريكس قبل البريكس أصلا، حكايات والجزائر مؤالة وكذا وكذا، ظهرت كلها بلوطاج كما يقول الناس. بعد ذلك جت خرجت لنيويورك، هذا أهم المحطات، خرجت لروسيا والصين، دار فيها مهاب تمهبيل، دار فيها كلون، تحول إلى مسخرة، ما هوش رئيس دولة، إذا واحد مشرد راح لدولة وقاعد الكاميرا تصور فيه، هذا هو الواقع، هذه الصورة اللي أعطاها، صورة خايبة بمعنى الكلمة، أضرت بمصالح الدولة الجزائرية. راح لنيويورك، خرج لنيويورك، أعطاك الأرقام هذيك اللي أضحكت الناس، ونتاع مليار و300 مليون ولا 400 مليون يوميا، نتاع المياه هذيك اللي تحولت الى نكته عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ثم التقى مع الرئيس الايراني وفضحاته المخابرات الايرانيه، كشفت واش قال، يعني هذا رئيس غبي ولا احمق، يعني والله حرت، يا احمق يا غبي الاثنين، ما هوش رئيس دوله، انت في امريكا، أنت رايح هناك من أجل الدفاع عن مصالح الجزائر، تجلس مع الرئيس الإيراني، تروح تجاريه وتحاول ترضيه بعداء مصطنع إلى أمريكا، وأنت التقيت مع بلينكن وقلت له إحنا ما عندناش مشكلة مع أمريكا، يعني تلقى مع بلينكن تقول له ما عندناش مشكلة مع أمريكا، تلقى مع بوتين تقول له أنت صديق العالم ورانا معاك ضد الدولار، يروح للصين رانا معاكم ورانا معاكم وكذا، والتعددية القطبية، تروح لأمريكا، يعني ما وين هو يا تبون؟ قلت له إذا كان حاب ممكن جاري الزهرة وأخو الزهرة وأخت الزهرة ونسابك جاريهم، لكن عندما تخرج باسم الدولة الجزائرية ما فيهاش مجارات، اللي هنا فيها مصالح البلاد. خرجت لهذه بتاع البريكس، سودت الواقع، سودت الحالة، لأنه أول حاجة صنعة القرار ما هيش في المرادية على فكرة، هي في قيادة الأركان، ولكن المرادية راهي تابعة لقيادة الأركان، هذه الحقيقة. ولما كي راح للأمم المتحدة ورجع، قلت لكم بأنه الوضع ليس على ما يرام، لأنه الخطاب الذي كتب والأرقام هذيك دارت زلزال. ثم بعد ذلك زادت الخرجة هذه نتاع كأس إفريقيا. النظام الجزائري اللي كان حلمه أنه يفوز بتنظيم كأس إفريقيا 2025، والهدف منها باش يسوق التبون للعهدة الثانية، هكذا 2025 طريبيا، في 2024 في ديسمبر 2024 كان انتخابات رئاسية، تبون راح يتباهى هما كان حابين البريكس والتأهل إلى كأس إفريقيا، زوج حوايج، البريكس أصبحنا عضو في البريكس بفضل سياسة تبون، معناها اعتراف دولي بالأرقام اللي قدم فيها تبون، وهي أرقام خيالية ووهمية، رانا أصبحنا دجاج، راهو الجزائر أصبح ما يلحقش يشري مصارنا الدجاج ويشري جنحين الدجاج وكرعين الدجاج، وصلنا الحالة هذه يعني للأسف الشديد، صبحوا بعض العائلات الجزائرية يشروا كرعين دجاج يحطهم شوية ويطيشوهم باش يديروا شوية بنة في المرقة هذه، والله العظيم هذه يكتبوا فيها وحكوها لي، يعني تبون بهذه الطريقة كان حاب يروح بهذه الطريقة وكأس إفريقيا، لكن بعد ذلك خيبة في البريكس، خيبة في الولايات المتحدة الأمريكية، كان رايح باش يشوف الأخر بايدن، وطلب من السفيرة أنها تطلب أنه تبون طلب من بايدن باش يلتقيه، كانوا راح يروحوا، أو تبون التقى مع الصين والتقى مع روسيا بوتين والتقى مع في أمريكا مع بايدن، معناها الجزائر حقيقة جسدت دول عدم الانحياز، هذا شعارات، لأن في الواقع الجزائر راهي مع الروس، خاضعة للروس، العسكر أخضعوها للروس، هذه هي الحقيقة المرة والمؤسفة. في كأس إفريقيا فجأة يعلنوا الانسحاب، فجأة يعلنوا الانسحاب، المعلومات اللي توفرت وصلتني اليوم معلومات تقول باللي تبون ما عطاش امر لهذا سادي، هذا اللي صار الباترون تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، قال لك لا، قال لك من بعد قالوا له هو كي استقبلوه على اساس انه تم انتخابه، الانتخابات الشكليه هو تم تعيينه،
هكذا وتعيينه من دوائر أمنية. هذه راهو تم تعيينه وراهو يستقبله والتقى معاه وكلامه على الرياضة وشجعه وانتهى الأمر. لم يقل له اسحب الملف، بل أنه جرى الحديث بإذن الله ملفنا قوي، يعود تتصل به جهة أمنية، جهة أمنية اتصلت به قالت له أعلن بأنك سحبت الملف. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى يقين أن الجزائر فشل. الدول الأخرى اللي انسحبت انسحبت لصالح المغرب، ليس نكاية في المغرب بل لصالح المغرب. المغرب مترشح باش ينظم كأس العالم مع البرتغال وإسبانيا في 2030. هذا نوع من التشجيع، والمغرب يعني أبلى بلاء حسن في كأس العالم وحقق نتائج لأول مرة في تاريخ إفريقيا. فهذه الدول رأت بهذا الأمر أنه من الضروري خلوا هذا الكأس ينظمها المغرب، والمغرب عنده إمكانيات وعنده أرضية وعنده أشياء من هذا النوع، كله عنده يعني بنى تحتية ترشحه باش ينظم كأس إفريقيا بتنظيم محكم وممتاز وناجح، وناجح بمعنى الكلمة. هذه الأمور. فلما جتهم المعلومة بسرعة وعندهم وكان أروراوة هو اللي جاب هذه المعلومة، وروراوة لما جاب المعلومة ما أعطاهاش للرئاسة، أعطاها لجهاز المخابرات، عنده علاقة جيدة مع جهاز المخابرات، فأعطى لهم هذه المعلومة. قال لجهاز المخابرات قال لهم جاتني معلومات من الاتحاد الإفريقي بأن الدول الأخرى راح تنسحب لصالح المغرب، لم يبقى إلا المغرب والجزائر، وأمر آخر بأن المعطيات المتوفرة راهي الجزائر راح تنهزم أمام المغرب. وها هي الوثيقة هذيك اللي سربوها، هاي أمامكم، لهذه المؤسسة الألمانية اللي أوكلوا لها أنها تعد هذا الأمر فيما يخص إمكانيات الدول وكذا وكذا وكذا. وهذا راهي اعترفت بها حتى هاي ذكرتها حتى الكاف في موقعها، الكاف في الموقع نتاعها الرسمي. خلينا الآن نوري لكم وش الكاف وش قالت. أتكلمت على هذه المؤسسة أنها هاي أمامكم تحدثت عليها، ها هي رولاند بيرجر، هذه مؤسسة ألمانية هي اللي اعطت لها كما يقال الأمر هذا باش تكون تقوم بدور استشاري أعتقد في هذه في هذا الموضوع. فهاو أمامكم هذا وش كتبت، وذكرتها بالاسم على كل حال. هذه المؤسسة أعطت أرقام أنه المغرب، نعاود نرجع لكم الوثيقة أمامكم، قالت بأنه المغرب تحصل على 85% على 100، في حين الجزائر راهي 72. معناها المغرب تفوق، يعني صار المغرب بحكم المؤكد بأنه سيفوز. لذلك الأجهزة الأمنية عملوا اجتماع طارئ في هذه المسألة، قال لك إذا بقيت تنسحب نيجيريا والدول الأخرى اللي انسحبت، إذا انسحبت تبقى الجزائر في مواجهة المغرب، المغرب يفوز على الجزائر، أحسن حاجة أنه نسبقوها بالانسحاب، لإعلان الانسحاب، وباش ما تكونش مفضوحة ننسحبوا حتى من 2027. ولوا 2027 لما انسحبت الجزائر أعطاوها للجهات وضعها حقيقة، وضعها وبناها التحتية راهي هشة وضعيفة، فأعطوها لهم. ربما في ذلك الوقت في العامين ها أو في الربع سنين هذم ممكن يكون بناهم التحتية صالحة، وإذا كان ما قدروش ممكن تحدث تنازل من هذه الدول إلى دول أخرى، هذه من الممكن جدا. ولكن المؤكد أن الجزائر باش تغطي على فكرة أن المغرب يهزمها في المحيط الرياضي. النظام الجزائري حب يروج لفكرة المؤامرة، قالك المغرب دار كولسة ودار نفوذ. شوف، إذا المغرب دار كولسة في إفريقيا وربحكم، أوكي نستعرف به، وين هي الكولسة نتاعكم أنتم والجزائر راهي كالصين الإفريقية والجزائر عندها نفوذ في إفريقيا وكذا. بل أنهم كانوا يخططوا باش يخلوا الاتحاد الإفريقي يقبل يغير القوانين نتاعه ودخل البوليزاريو، فريق البوليزاريو راحوا داروا فريق للبوليزاريو وكذا وكذا وكذا. يعني شوفوا نوصلوا، عشوا ما يقدروش
ينافسوا دولة أخرى في هذا الكاس. هذا إذا كان صحت هذه الرواية. لكن المؤكد أنه ملف المغرب فاز على ملف الجزائر. وأكل حساسية السياسية والدبلوماسية اللي عند نظام العسكر قال لك ننسحبوا أفضل من أن نكون هزمنا. لكن الحقيقة هذا انسحاب عشية التصويت والإعلان راه ما عنده حتى معنى. الحقيقة الثابتة أن الدول الأخرى انسحبت لصالح المغرب والجزائر انسحبت خوفا من إعلان المغرب الفوز عليها وتظهر بأن المغرب فاز عليه. وهذا سيكون عنده آثار سيئة. الاتحاد الأفريقي عنده المعطيات وعنده كل المعلومات وعنده، ولو ما كانتش أزمة دبلوماسية بين الجزائر والمغرب ما كانش هذا الأمر. المهم إخواني الكرام أن أقول لكم بأنه الأمر هذا راهو داير هزة في قصر المرادية. وين وصل الحال بقصر المرادية؟ راهو دار قانون، تبون مضى قانون، هنا القانون هذا مرسوم يتحدث على، نوري لكم المرسوم المرسوم اللي هاي أمامكم الجريدة الرسمية، ها هي مراسيم تنظيمية، مرسوم رئاسي رقم كذا المؤرخ في 26 سبتمبر 2003، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية. هذا في العدد نتاع الجريدة الرسمية 62، صدر في 27 سبتمبر 2023. ها هو أمامكم القانون، وراكم تشوفوا فيه أمامكم القانون. قام بتغييرات وأعطى واحد الصلاحيات للمدير الديوان والأمين العام وكذا وكذا وكذا، واحد الصلاحيات جديدة، يعني كأنه البلاد راهي كأنه الجزائر ما انتخبوش تبون، رغم أنه ما انتخبوش يعني على مستوى الشكل فقط، راهما انتخبوا الأمين العام. شوف هنا مثلا وش كتبوا: إعادة تنظيم وتوسيع صلاحيات في مصالح الرئاسة الجزائرية قبل نحو عام بالانتخابات الرئاسية. أعاد مرسوم جديد في الجزائر تنظيم وهيكلة مصالح رئاسة الجمهورية باتجاه انفتاح أكبر على الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني، مع تحديد دقيق لصلاحيات مدير الديوان والأمين العام اللذين يعدان أهم مسؤولين في جهاز الرئاسة، ويمكنهم حتى التوقيع على قرارات معينة باسم رئيس الجمهورية. المهم من بين المهام أيضا حكاو هكذا، هذيك الصحيفة القدس العربي حكات على كل واحد واش دار. ويشير المرسوم إلى أن مدير الديوان والأمين العام يؤهلان في حدود صلاحياتهما للتوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات باستثناء المراسيم. ويأتي هذا التنظيم الجديد لمصالح الرئاسة قبل نحو سنة من الانتخابات الرئاسية التي لم يعلن فيها بعد الرئيس عبد المجيد تبون إذا كان ينوي المضي لعهدة ثانية. أما من جانب المعارضة فتسود حالة من الترقب والانتظار ما ستسفر عنه الأشهر المقبلة من معطيات ستحدد خياراتها في المشاركة أو المقاطعة. أنا أعتقد بأن هذا الترتيب وهذه الصلاحيات الجديدة راه نوع من الانقلاب الأبيض. هذا راه ممكن مع فطر يزيد يغير لك الأمين العام ومتاع مدير الديوان، ربما يحط لك الأمين العام جنرال متقاعد ومدير الديوان جنرال آخر متقاعد، هو على الشكل متقاعد، وهكذا قيادة الجيش تلقي القبض على سلطة الرئاسة بصفة عامة. يعني أنت دير حكومة وتقول رانيا أصلا التشكيل كله راهو دستور معطل. حقيقة الجزائر راهي خارج الدستور. أول حاجة من المفروض أيمن بن عبد الرحمن واللي قبله ما يكونوش وزراء، وزير أول ما يكونش، لأنه تبون ما عندوش حزب، ما عندوش أغلبية، ما عندوش، كيفاش يكون وزير أول؟ المفروض يكون رئيس حكومة، ورئيس حكومة باسم التشكيلات السياسية اللي موجودة في البرلمان، ولكن ما كانش. كل خارج الدستور، الدستور هذا اللي داروا تبون راهو معطل. هذه الصلاحيات الجديدة بمرسوم راهي خارج الدستور. خارج الدستور مما يعني أنه دستور تبون اللي حاب يبني به جزائر جديدة داروه من هنا حطوه في الثلاجة. ما راه ما عنده حتى قيمة. ولا أستبعد في العهدة الثانية أنه تبون يزيد يدخل تعديلات جديدة على الدستور، لا أستبعد هذا. المهم أنه هذا مؤشر على انقلاب أبيض، إذا أصبحوا هذا يوقعوا يعني أمور باسم
تبون، يعني هذا سعيد بوتفليقة لكن بطريقة دستورية داروا، بطريقة قانونية مش دستورية، طريقة قانونية. سعيد بوتفليقة كان عنده الكاش يوقع في بلاصة خوه وبطريقة غير قانونية، والمخابرات تتفرج والأجهزة تتفرج ووزارة الدفاع تتفرج. هذم داروا لهم قوانين، تبون راهو وضعه الصحي سيء، ربما حاسبين لأي مفاجآت، أيضا يعودوا يمرروا واش يحبوا في ظل غياب تبون. تبون راهو يخدم 3 سوايع 4 سوايع في النهار، يجي للبيرو مريض وعاج عنده مشاكل صحية، والأمر الآخر إنسان مدمن على 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 الروج والخمور، ما يقدرش يفطن أصلا، الليل كامل هو يسكر ويرقد. هذه الحقيقة نتاعو. لذلك أنا في رأيي أنه الآن الجيش أو جنرالات المؤسسة العسكرية، هذه العصابة الجديدة اللي في العسكر، راهي ألقت الآن كل القبض يعني، ووضعت بين يديها كل المؤسسات وتحديد المؤسسة الرئاسة. كانت من قبل تتعامل معها بمنطقة هكذا الهيبة وفقط والإعاز، الآن راهي تمسك بزمام الأمور بطرق قانونية. راهم حاطين أشخاص نتوعهم، ربما يغيروهم وربما ما يغيروهمش، يبقوا يخدموا لصالحهم، عيط له دير هذا الحاجة. تبون الآن راهم هكذا، راهم محاصرينه بمعنى الكلمة، ولا يعني أنه هذا الحصار معناها تبون يشكل عليهم خطر. أنا أقول لكم والله ما على بالهم بي أصلا، على بالهم ما لا يحك لا يسك. هو أصلا الآن مغيب، ما عندوش حتى المعلومات الحقيقية، لأنه كي يخرج خرجات إعلامية تحس بأنه الرجل هذا مغيب، ليس لديه علاقة بما يجري على أرض الواقع. إذن إخواني الكرام، الآن راهي اهتزازات كبيرة على مستوى الرئاسة، وهذا كله يدل على أنه هذه العصابة تستعد إلى المرحلة القادمة. أنا لا أستبعد لحد اللحظة أنه تبوني مروه العهدة ثانية، ولكن في نفس الوقت يحسبوا حساباتهم إلى الانتفاضات الشعبية اللي ممكن تغير لهم مواقفهم. الأمر الآخر، حالة أزمة طارئة صحية لتبون اللي راهو عنده مشكل في رجله وكذا بعد ضربة كورونا هذه كنت ألمانيا. الأمر الآخر أنه إذا كان قاعدة الأوضاع على ما هي عليه هكذا، راح يمرروا العهدة الثانية ويحطوا تبون، وهذه العصابات راح يضبط في أمورها، لأنه المشكل مش في العصابات هذه تاع سعيد شنقريحة وهذم الروس اللي كبار في السن غدوة قادر يحبسوا. هناك عصابات أخرى ما زالت راهي عبارة عن أجيال تتوارث، ولكن العصابات الخفية من أبناء الجنرالات وبناتهم ونسابهم وأصهارهم وأجهزة خارجية عندهم علاقة بهم، هذوك هم اللي يطبخوا في الطبخة للمستقبل باش تقعد الرئاسة مسيطرين عليها. غدوة يموت شنقريحة ولا يروح جبار مهنة أو شيء من هذا القبيل، تطلع أجيال أخرى، هي هذه العصابة الخفية والعلبة السوداء الجديدة هي اللي تعينها، ولكن تبقى دائما مضبطة الأمور نتاع الرئاسة، لأنه الرئيس راهو كي تحط له مدير ديوان نتاعك وتحط له أمين عام للرئاسة نتاعك وأمين عام للحكومة نتاعك، خلي أيمن بن عبد الرحمن يجلط وخلي تبون يبلط، وفي النهاية لن يكون إلا ما أرادته هذه العصابة التي تخطط لكل الاحتمالات. احتمالاتها عهدة ثانية لتبون، هذه في الأول. احتمال آخر أن تبون يقع له عارض صحي يضطر أنهم يجيبوا بديل. الأمر الثالث أنه يثور الشارع، وهذا هو الأمر اللي متخوفين منه كثير جدا جدا جدا، أكثر مما يمكن تخيله. لذلك تجري ترتيبات في إطار انقلاب أبيض لسلطة خفية على سلطة ظاهرة اسمها رئاسة الجمهورية، ورئيس الجمهورية ليست لديه صلاحيات ولا تحكم في جنرالات عاثوا فسادا واستبدادا في البلاد التي ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات الممكنة وغير الممكنة. واذكروا كلامي جميلا. السؤال الذي يطرح نفسه بشدة، لماذا النظام العسكري في الجزائر يصر على الكذب والبهتان؟ رفضوهم في البريكس بسبب الأرقام نتاعهم الخاطئة والمعطيات الاقتصادية نتاعهم السيئة، وما عطاوش الحقيقة، بدوا يراوغوا كذا وكذا، هربوا من الترشح لتنظيم
انسحبوا، قالوا انسحبوا، هو هروب من مواجهة المغرب وأن يفوز عليهم المغرب، وما يعطوش الحقيقة أصلا، يكذبوا. لماذا الإصرار على الكذب؟ يقدموا في أرقام ليس لها علاقة بالواقع، الدجاج غالي، غلاء الأسعار، تدهور القدرة الشرائية، وكل هذا يحدث وهو ما يجي يحكي لك على بعض الأمور التي لا يمكن أن تتخيلها. شوفوا مثلا مثلا هذا الأمر، خلينا نقرأ لكم هذا الأمر. الحكومة الجزائرية تتوقع بلوغ الناتج المحلي 245 مليار دولار سنة 2023، وجهات معارضة تطالب بضبط الأرقام. قال لك عدلت الحكومة الجزائرية من توقعاتها للمؤشرات الاقتصادية الكبرى سنة 2023، حيث باتت تنتظر وصول النمو الاقتصادي ل 5.3% وهو معدل كبير في حال تحقق، سيرفع الناتج المحلي الخام اعتمادا على الرقم الجديد الذي قدمه الوزير الأول قبل أيام إلى ما يفوق 245 مليار دولار. وذكر وزير المالية العزيز فايد خلال عرضه لقانون الموازنة العامة التصحيحي لسنة 2023 على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أن معدل النمو الاقتصادي سيصل إلى 5.3% خلال السنة الجارية مقابل 4.1% حسب تقديرات قانون المالية الأولى لسنة 2023 مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات ب 6.1%. المهم بعد ذلك يحكوا على عدة حكايات. وفي تقييمه العام لهذه المؤشرات قال وزير المالية إن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية، وكذا استقرار نسبيا في أسعار البترول الخام والتي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط. المهم ونرجع له تحكي بعد ذلك القدس العربي. وبالعودة إلى الناتج المحلي الخام، فإن التوقعات الجديدة لنسبة النمو التي قدمتها الحكومة في قانون الموازنة التصحيح 5% تقول إنه يمكن أن ترفع الرقم إلى أكثر من 245 مليار دولار سنة 2023 بالاعتماد على قيمة الناتج المحلي. ثم تقول وعلى الصعيد الداخلي تثير الأرقام المقدمة من قبل السلطات حول مؤشرات الاقتصاد الكلي الجدل. وفي تعليقه الأخير على الرقم الذي قدمه الوزير الأول قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم السابق إن الحكومة لا تزال تعيش على ما يبدو صدمة البريكس، محذرا من تقديم أرقام لا تعكس حقيقة الاقتصاد الجزائري. وكان مقري قد نشر مقال موسعا حول تصريحات الرئيس تبون الذي كان أول من تحدث فيها لوسائل إعلام جزائرية عن مراجعة قيمة الناتج المحلي الخام لسنة 22، حيث ذكر أن إعادة التقييم جارية والمؤكد حسبه أن الناتج بلغ 225 مليار دولار أو أكثر. المهم وفي سياق هذا الجدل كانت حركة مجتمع السلم وهي حزب يتبنى توجها معارضا داخل البرلمان قد طالبت في بيان لها مؤخرا بضبط منظومة الإحصائيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والجباية البترولية ونسب النمو والناتج المحلي وما إلى ذلك من هذه الأمور. يعني صراحة أن النظام هذا مريض بالأرقام. يعني إذا كان عندك هذا النمو، هذا معدل من النمو، معناها راك دولة مرشحة إلى أنك تمضي بعيداً في مسألة الأرقام ومسألة التطور الاقتصادي. كيفاش عندك هذا والوضع الاقتصادي الداخلي متردي، القدرة الشرائية مهلوكة، الواقع الاجتماعي سيء للغاية، يعني الناس راهي تعاني واحد المعاناة كبيرة وانت تتحدث لي في الحكايات هذه. يعني أنه أنا هذه جبتها لك فقط على سبيل المثال أنه النظام الجزائري يعيش على وقع الكذب والبهتان إلى أبعد الحدود. مثل أنا في سياق هذا أو ذكر لهم رئيس حمص السابق على قضية البريكس كذبوا فيها. الأرقام هذه راح تبون إلى الأمم المتحدة وأعطى أرقام صارت نكتة سخيفة، والآن ها هو الوزير الأول يعطي في واحد الأرقام ما لا ندري من راه يجيب فيها وزير المالية نتاعه وكذا وكذا، أرقام يطلقوا فيهم عشوائياً راهي ما كانش منها هذه الأرقام صحيحة. لذلك كثير من النخب الاقتصادية وخبراء الاقتصاد يؤكدون بأنها أرقام غالطة، مثل ما قال لهم قبل تبون رانا لقينا 36 مليار ما يعادل 36 مليار دولار في دار تاع واحد، يعني حاروا بالعملة الجزائرية. بعد قال لك لما داروا لها قال لك هذه عبارة عن شاحنات لا تحصى ولا تعد باش تنقلها. مثلا في قضية الاتحاد الإفريقي هذا وما حدث في، قلت لكم أعطيت لكم الرواية، كاينه مجلة فرنسية راهي هذه المجلة الفرنسية هي جون أفريك
كشفت معلومات خطيرة في هذه المسألة. نعم، ها هي أمامكم جون أفري. جون أفري كتبت على، ها هو المقال أو تشوفوا فيه أمامكم، تحدثت فيه على عدة قضايا فيما يخص كأس أمم إفريقيا. واش قالت؟ مع أنه من بين أسباب اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف المغرب لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2025، هذه المجلة واش حكات؟ أنه كان متوقعا تم اختيار المغرب لتنظيم كأس الأمم الإفريقية، فبعد تأجيل الإعلان عدة مرات انتشرت تكهنات لعدة أشهر حول اختيار البلد المضيف للبطولة المقبلة، وأن المغرب والجزائر وزامبيا والثنائي المكون من نيجيريا والبنين كانوا في السباق على استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 على الأقل حتى 26 سبتمبر، وهو التاريخ الذي فاجأ فيه الاتحاد الجزائري الجميع بسحب ترشحه. أما بالنسبة للنسخة الأخرى من البطولة عام 27 فقد تخلت عنها الجزائر أيضا، بينما رأى العديد من المراقبين والمتابعين أنها في وضع جيد جدا للفوز، وبقي في السباق كل من مصر والسنغال وبوتسوانا وثلاثي مكون من كينيا وأوغندا وتنزانيا. بالنسبة لنسخة 25 جون أفريك تقول إن الكثيرين اعتبروا أن السباق قد حسم مسبقا. نعم، أن هذا السباق قد حسم مسبقا. علاش تعتبر حسم مسبقا؟ تمتلك المملكة المغربية التي لم تستضيف كأس الأمم الإفريقية منذ 88 البنية التحتية اللازمة بما في ذلك الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدار البيضاء، مراكش، أكادير، فاس، الرباط، طنجة، وقد استضافت الملاعب الأخيرة مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في يونيو ويوليو، كما قامت المغرب أيضا بأعمال ضغط مكثفة عبر لوبيات في إفريقيا، حيث أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شراكات مع 44 هيئة. والمجلة نقلت عن رئيس اتحاد كرة القدم لأحد بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ما ذكرت اسمه، قوله: يجب ألا ننسى أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هو عضو في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهو مؤثر في إفريقيا. وأمام ملف المغرب المكتمل للغاية، وهو البلد المرشح أيضا لتنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، كان لدى الجزائر رغم ذلك حجج. ففي عام 23 نظمت الجزائر بطولة الأمم الإفريقية شان وكأس الأمم الإفريقية تحت 17 عام في ظروف جيدة بفضل سياسة مكثفة لبناء الملاعب براقي وهران وتجديد ملاعب عنابة قسنطينة وملعب 5 جويلية، ورأى كثيرون أن السيناريو المنطقي هو إسناد نسخة 25 للمغرب ثم نسخة 2027 للجزائر المجاورة، لكن الأخيرة فضلت الانسحاب، الأمر الذي يثير بعض التساؤلات كما تقول جون أفريك. طبعا القدس العربي نقلت عن جون أفريك، نضع لكم وش كتبت القدس العربي على جون أفريك: لماذا تراجعت الجزائر؟ من بين الأسباب المقدمة لتفسير هذا التحول الجزائري يستشهد الكثير بعدم الاستقرار المزمن في رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. والمهم وبدأت المهم بعد ذلك، وجون أفريك وضحت أنه بالنسبة لنسخة 2027 لا تقول: وبدأ أن ملفات المرشحين الآخر لاستضافة كان 25 غير مقنعة تتابع جون أفريك، موضحة أن زامبيا لديها ملعب واحد معتمد فقط ولم يكن لديها أي فرصة لاختيارها، أما نيجيريا التي تشترك مع البنين فلديها منشآت حديثة وعملية، لكن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خطيرة وما يزال وضعها الأمني مقلقا للغاية، أما جارتها البنين وهي بالتأكيد أكثر استقرارا وأمان فهي لا تملك إلا ملعبا واحدا يفي بالمعايير وهو ملعب كوتون. مضت جون أفريك موضحة أنه بالنسبة لنسخة 2027 قدم المرشحون ملفات تعريف متنوعة للغاية، تتمتع مصر بالقدرة على تنظيم المسابقة لكن استضافتها في 2019، ومن المؤكد أن السنغال لديها ملعب جيد جديد في ديامنياديو يتسع ل 50,000 متفرج بالقرب من داكار، وملعب في تيس 15,000 متفرج، ولكن يجب تجديد مبانيها الأخرى على نطاق واسع، ومع ذلك أخذ ترشحها على محمل جد. بوتسوانا من جانبه حتى لو أعلنت عن بناء 3 ملاعب وتجديد ملعبين آخرين فإنها تأتي من بعيد. واعتبر مدرب أحد المنتخبات
في البلدان الواقعة بوسط إفريقيا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لو عهد ببطولته الرئيسية المغرب في 2005 والجزائر بعد ذلك بعام كان سيتجنب الحساسيات ذات الصلة، ولكن أيضا حساسيات الأوروبيين كما تنقل جون أفريقيا. المهم الموضوع هذا فيه الكثير من الحديث، لكن الملفت للانتباه أن النظام الجزائري يكذب، ما يعطيش الحقيقة. أنت هربت من المغرب، لكن علاش ما خليتش نتاع 2027؟ علاش ما خليتش 2027؟ هذا هو السؤال. باش هو حب يغطي على الانسحاب، يغطي على الانسحاب. لكن إذا كان انسحبت هنا وكانت حظوظك نتاع 2027 راح تديها، علاش تنسحب؟ لكن حتى حظوظه في 2027 كانت منعدمة، لذلك هو كان يدرك يقين أن يخرج منهزم تماما، لا 2025 لا 2027. يعني الدول اللي راهي تنتقد الآن على اللي فازت بتنظيم 2027 لكن راهي ينتقدوا فيها، يعني وقعها أفضل من الجزائر، يعني هك الدعاية وك الملاعب وك الطريقة هذاك كلها لم تقنع، لأن الجزائر غير مستقرة، ما يقدرش يعطيك الآن تنظم كأس إفريقيا في 2027 بعد 4 سنوات وانت وضعك غير مستقر. الله أعلى وأعلم كيف ستكون حال الجزائر في 2027، لكنهم مقتنعين بالدول الأخرى في 2027 راح تكون ظروفها أحسن. هذه هي الحقيقة. لذلك النظام كذاب، نظام مخادع، نظام يعبث بمستقبل البلد ويعبث بمستقبل الجزائريين. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نقف لديها. قولوا الحقيقة للجزائريين، قولوا الحقيقة للجزائريين، لا داعي للكذب والبهتان حتى يصل الحال إلى ما وصلنا إليه، والواقع أسوأ بكثير في المستقبل إذا تواصل هذا النظام بسياسة الكذب. يسجن الناس ويقول ما عنديش مساجين رأي، يموتوا يتعذبوا الناس ما عنديش التعذيب، الاقتصاد متدهور ما عنديش، البطالة أرقام قياسية ما عنديش البطالة، كله أرقام كذاب. والمؤسسات الدولية والهيئات الدولية كلها تعرف أن هذا النظام كذاب ومخادع ولا يمكن أن يعتمد عليه، لذلك ما يثقش فيه ولا يمكن أن يعتمد عليه. إذا كان هذه إفريقيا للجزائر تقول راي عندي نفوذ فيها، ها نشوف كيفاش عملوها في هذه المسألة. والقادم أسوأ في الاتحاد الإفريقي، أنا أقولها لكم، الاتحاد الكروي راه يعكس لك الوجه العام نتاع السياسة الإفريقية. الجزائر خلاص ما عاد عندها أي أدنى وجود ونفوذ وثقل في القارة الإفريقية، وهذا سيرتد صداه مستقبلا على في الاتحاد الإفريقي نفسه عندما يأتي اليوم اللي تشوفوا فيها البوليزاريو تطرد جمهوريتها على أساس أنها دولة غير معترف بها وغير موجودة على أرض الواقع، لا أرض ولا أي شيء، ولا عضوية ولا اعتراف في الأمم المتحدة. لذلك هذا هو المشروع الذي سيأتي مستقبلا، واذكروا كلامي جيدا. نكتفي بهذا القدر، ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من المراهق. إلى ذلكم الحين، ها هو أنور مالك يحييكم ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.